شركة المحيط للسياحة في آسيا. نحن في فندق رويال شولان في كوالالمبور، نصور هذا النوع من الغرف يسمى ديلاكس، طبعا نفس أنواع السوبيريور، الفارق بينهم فقط في الحجم، يعني 1 متر مربع فارق بينهم. الغرفة كبيرة وطاعة المدينة، الفندق قريب طبعا لشارع العرب، ومساحة الغرفة كبير وكافي لإضافة أسرة إضافية، طبعا يمكن إضافة سرير إضافي. الأسرة الإضافية غير مجانية، ولكن أيضا تعتمد على التوفر أثناء الوصول. الفندق من الفنادق طبعا التي تدفع التقليدي، يتبع طبعا الثقافة الماليزية، هنا دورة المياه، شوفوا هنا المغسلة، وهنا البستار، يوجد أيضا تلفزيون. أما كما قلنا هذا نوع من الغرف التصوير، يمكن أيضا استخدامه لغرف السوبيريور، نفس الشيء نفس الحجم، عفوا نفس الصور فقط الاختلاف في الحجم. هنا ايضا دورة الشطاف، الشطاف لنا طبعا الشطاف، الشطاف وهنا المغسلة. مع تحيات شركة المحيط للسياحة.